لو وصلنا المحامين الإسرائيليين بجهاز كشف الكذب كانت شبكة الكهرباء انهارت في المدينة وعشنا في ظلام لحد اليوم. ده اللي قاله الكاتب الإسرائيلي بي مايكل في صحيفة هارتس. فبطريقة ساخرة انتقد الفريق القانوني اللي بيترافع عن إسرائيل في تهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية. مايكل كمان شايف إن اختيار جنوب أفريقيا لتهمة الإبادة الجماعية تحديدا يعتبر من حظ إسرائيل الحلو، لأنه شايف إنها مسكت في كلمة إبادة جماعية وعمالة تدافع عن نفسها. لا، ما عملناش إبادة، وكأنها حجة بتقولها عشان تتهرب من كل الفظائع اللي ارتكبتها في غزة. الكاتب وضح كمان إن في محاولة من المحامين لإثبات براءتهم قالوا إحنا ضربنا نار بس على الإرهابيين وحذرنا المدنيين بالمنشورات، ده إحنا كمان قلنا لهم يروحوا فين بالظبط عشان يكونوا في أمان. مش معقول الحنية. وبيستهزئ الكاتب الإسرائيلي ويقول على أساس إن الإرهابيين أقزام مختبئين خلف الأطفال والنساء وكبار السن، ولا يمكن يكونوا صحفيين بينشروا الحقيقة أو مرضى فتم قصفهم جوه المستشفى؟ يمكن برضو. الكاتب قال كمان إن إسرائيل أنكرت لسنين وجود الشعب الفلسطيني وبذلت كل جهودها لإنكار وجوده في الوعي العام، حتى سرقة أرضه خلوها عمل مقدس، لدرجة إن بقى من حق أي طفل يشيل مسدس ويضرب نار على فلسطيني ومش مطلوب منه تفسير أو تبرير عمل كده ليه، كفاية إنه يكون حس بالتهديد علشان يتمتع بالحصانة. فلو كل ده كلام طالع من إسرائيلي، فتخيل الرواية الحقيقية شكلها إيه؟